الدرب الكبير عشقي الأول ولا مال أخير يا شعاع الكون منا يستنير لا يهمك همي هم كل شي ممكن يخلص إلا حبك. حبينا نشكركم صراحة كويت سايت على التنظيم الحلو، استانسنا يعني والأجواء الوطنية كانت يعني حاضرة والمسابقات والأمور كل شيء كان موجود، يعطيكم العافية وما قصرتوا. والله المسابقات كانت مسابقات يعني حماس بين الأفرقة وكذي يعني شغل عدل. جينا نوصل لك تحيات وسلام يلي تظن ان انت من وحدك غريب في ناس وصوني يوصل لك كلام. You want to touch our hearts and you did it. جايبين لنا اشياء من الكويت ويعني حاطين لنا رساله بعد يعني شيء ممتاز. لما شعبوا البوكسز اللي فيها من اللاتر والشيبس والكندي عشان صراحه كان اللاتر مكتوب علينا شيء كيوت شيء كثير مشجع. رساله من القلب إلى كل شخص عزيز خذت الغربة عن هلا وأحبابه ولا عبى فراغ أحد. الله يوفق كل طالب مغترب سهل عليه دراسته ويهون عليه غربته ويسر لك العسير. راح تصيرون شيء كبير بإذن الله. عشان تصيرون شيء كبير لازم تمرون بظروف صعبة بغربتكم. أي فترة بتعدي والأيام تمشي بسرعة راح تذكرونها بتفاصيلها الصغيرة تصير أحلى أيام بحياتكم. نظرة الباص كل يوم الصبح بالبرد الجو اللي فجأة يقلب ويبهذلكم الطباخ اللي مرات ما يكون له طعم بس تاكلونه لأنه ما عندكم غيره الترتيب والغسيل وبالأخص الأشخاص اللي بتصير لهم مكانة غير بقلوبكم أشخاص صاروا بالنسبة لكم أهل وطن في الغربة. الله يوفقكم ويردكم رافعين الرأس إن شاء الله ويقر عين أهلكم بشوفتكم وترجعون لهم حاملين الشهادة. وحشتونا فقدناكم وايد والكويت والهان على شوفتكم وفخوره فيكم وايد. شدوا الحيل ناطرينكم انت متيت سوي لك التليفون زين انا سوي لك كل شيء تبك مسبوس الدياي وركاينه ملفوف